السلام عليكم طلاب، في هذا الفيديو اليوم بدنا نشرح ثالث جملة من جمل الـ Control Structures اللي هي الـ Selection Statement Chapter 5. احنا حكينا في هذا الشابتر Control Structures اللي هي Selection Statements جمل الاختيار. رح نشرح ثلاث جمل. شرحنا الجملة الأولى اللي هي الـ If بالأربع أنواع تاعتها، وشرحنا الـ Select Case تو فيديوز نزلوا لكم الأسبوع الماضي. هذا الأسبوع بدنا نشرح جملة التشوز. خلينا هلأ نبدأ نشرح جملة التشوز. أول إشي بدنا نشرح عن جملة التشوز اللي هي الصيغة العامة إلها. هاي جملة الصيغة العامة، يعني هذا الجزء هلأ اللي موجود عنا هون هو الصيغة العامة لجملة التشوز. تبدأ هي بجملة تشوز اللي هي جملة الاختيار، معنى تشوز اختيار، جملة اختيار. بيجي معها قوسين، هي القوس الأول وهي القوس الثاني. بعدين داخل هذول القوسين أول مكان فيها اسمه VAR، يعني المفروض نحط مثلا expression. VAR هي اختصار لكلمة variable، يعني المكان الأول جوا التشوز بعد أول قوس إلها. هذا المكان يكون عبارة عن، ممكن أحط فيه، هاي حطيت لكم إياه في هاي النوت. طبعا أنتوا يعني ممكن هلأ تجيبوا الدوسية تكتبوا هدول النوت وهدول الملاحظات، تعمل ستوب للفيديو تكتبوا هدول النوت وهدول المحاضرات، بعدين ترجعوا تعملوا بلاي إلو وبتبلشوا تتبعوا على الملاحظات اللي أنتوا كتبتوها. يعني هلأ حكينا التشوز هي جملة الاختيار، هي القوس الأول اللي بيجي معها، بعديه مباشرة هون المكان الأول هون هاد VAR اختصار لكلمة variable، بس أنا ممكن أحط هون أكثر من اختيار، مو شرط بس variable. هاي حطيتهم في هذا البوكس اللي موجود هون، ممكن أحط متغير، ممكن أحط تعبير حسابي، ممكن أحط math أو string function. ملاحظة هامة هلأ حطيت لكم إياه هون في البولد باللون الغامق، ملاحظة هامة، دائما الجواب رقم. يعني المكان الأول هون اللي موجود جوا التشوز بعد القوس مباشرة دائما ممكن يكون عبارة عن متغير، ممكن تعبير حسابي، ممكن اللي هم عمليات الجمع الطرح الضرب، ممكن يكون string function، ممكن يكون math function. هذا المكان اللي موجود عندي هون أول إشي جوا التشوز، بالآخر شو مكان موجود هون لازم يرجع لي الجواب رقم. هاي الملاحظة المهمة، ملاحظة هامة، دائما الجواب رقم، يعني أي إشي بحطه هون لازم بالآخر يرجع لي رقم. طيب هلأ هذا الرقم اللي رح يرجع من هون عبارة عن شو؟ الرقم اللي رح يرجع من هون يكون عبارة عن رقم الجملة التي سأقوم بتنفيذها. يعني ممكن هلأ تحطوا سهم هون عند ملاحظة هامة دائما الجواب رقم، تحطوا سهم هون وتكتبوا الرقم عبارة عن رقم الجملة التي سيتم تنفيذها. طيب هلأ بعد الفاصلة الأولى هون أبلش الجمل اللي تيجي بيناتها الفواصل هدول أرقمهم. يعني أنا شو عندي هون؟ statement 1 فاصلة، statement 2 يعني الجملة الأولى فاصلة، الجملة الثانية فاصلة، الجملة الثالثة فاصلة نقاط. هذا يعني أنه أنا غير محدودة بعدد الجمل اللي ممكن أحطها. وأسكر التشوز بالقوس، هاي القوس اللي هون تسكيرة جملة التشوز. طيب شو أعمل بهدول الجمل اللي يجوا بعد أول جزء هون اللي هو هذا يرجع لي رقم؟ جوابه دائما رقم، هذا الرقم عبارة عن الجملة اللي راح أطبقها. بعد أول فاصلة أبلش أرقم الجمل، يعني هاي الجملة الأولى هي برقمها في واحد فاصلة، الجملة اللي بعدها برقمها باثنين فاصلة، الجملة اللي بعدها برقمها بثلاث، إذا كان عندي كمان جملة برقمها في أربعة. فإذا جواب هذا المكان الأول اللي هون أعطاني واحد أروح وأنفذ الجملة الأولى اللي رقمتها بواحد، إذا أعطاني اثنين أروح وأنفذ الجملة الثانية اللي رقمتها باثنين، إذا أعطاني ثلاث أروح وأنفذ الجملة الثالثة اللي رقمتها بثلاث. طيب مكان statement 1، مكان statement 2، مكان statement 3 شو ممكن يكون موجود؟ ممكن يكون موجود متغير أخذ محتواه، هذا هو الجواب. ممكن يكون عبارة عن تعبير حسابي، يعني في عملية حسابية بدي أجريها. ممكن يكون عبارة عن math function، string function بدي أطلع جوابه. ممكن يكون عبارة عن حرف أو كلمة أو حتى جملة.
بس طبعا زي ما تعودنا دائما الحرف أو الكلمة أو الجملة لازم تكون بين إشارات الاقتباس. طيب خلينا ناخد أول example موجود عندنا هون ونبلش نحل. يلا نبلش في أول example. موجود عندنا then x as integer، في عندنا متغير اسمه x، هي أنشأنا x، ما عندنا متغير غيره فقط x، وهينا هون بنطلع الـ output. x تساوي input box enter 1.2.3. طبعا احنا المفروض هلا تعودنا على صندوق الادخال اللي هو الـ input box، راح اليوزر يدخل لي قيمة في هذا الـ input box وتتخزن جوا x واشتغل على قيمة x. طيب ايش موجود بعديها هون؟ message box، عندي message box، جوا المسج box مباشرة عندي جملة الـ choose. طيب شو موجود فيها؟ تشوز هي القوس الأول تاعها وهي تسكيرة القوس تاعها، طبعا القوس اللي هون هاد تسكيرة قوس المسج بوكس. طيب شو حكينا؟ تشوز عندي هون المكان الأول هو عبارة عن ممكن يكون زي ما حكينا هون متغير، تعبير حسابي، math function، string function، بس شو الملاحظة المهمة حكينا؟ لازم يرجع للجواب رقم. أنا عندي هون بس x، من وين بدي أخذ قيمة x؟ أخذها من الـ input box. بدي أفترض أنا هلأ قيم، إحنا تعودنا أنه لما يكون في input box دائما أنا بفترض القيم. بدي أفترض أنه اليوزر دخل في الـ input box 1. طيب شو حكينا هنا بالصيغة العامة؟ إذا كان محتوى هذا المكان الأول اللي لازم يرجع لي رقم كان محتوى 1، إذا وين بدي يروح ينفذ؟ بينفذ الجملة الأولى اللي أنا رقمتها بواحد. شوفوا دائما بس أبلش حل أعمل زي هيك، أروح هاي جملة التشوز، أترك المكان الأول اللي جوابه راح يكون عبارة عن رقم، هذا الرقم عبارة عن رقم الجملة اللي راح أنفذها، وأبلش بعد الفاصلة الأولى أرقم الجمل الموجودة. هاي الجملة الأولى white بين إشارات الدبل كوتيشن طبعا لأنها string سلسلة حرفية لازم تكون محشورة بين دائما محصورة بين إشارات الاقتباس، هاي أرقمها بواحد. يعني إذا كان محتوى المكان الأول واحد بدي ينفذ الجملة واحد، هاي بعد هاي الفاصلة أرقم هاي الجملة بتنين، إذا كان محتوى المكان الأول تنين إذا رح ينفذ هاي الجملة اللي رقمها تنين، فاصلة رقمت الجملة الثالثة هيها ثلاث، إذا كان محتوى هذا المتغير ثلاث إذا رح ينفذ الجملة الثالثة اللي هي موجودة هون. طيب أنا إيش افترضت هلا؟ إنه إحنا دخلنا قيمة X واحد. طيب إذا دخلت قيمة X واحد فرح نيجي هلأ تخزن جوا x1 message box choose، هي المكان الأول عبارة عن شو x هلأ؟ بس متغير مش عبارة عن تعبير حسابي أو math function أو string function، هي فقط متغير x. أخذ محتوى، لازم يكون محتوى قيمة رقمية، شو محتوى x؟ 1. بما أنه 1 إذن أي جملة رح أنفذ حاليا المفروض تحكول الجملة الأولى، إذا هيها اللي إحنا رقمتها بواحد الجملة الأولى، إيش محتوى الجملة الأولى؟ محتواها كلمة وايت، إذا رح يطبع جوا المسج بوكس كلمة وايت. طيب بدي أفترض إني أنا رجعت، ودخلت قيمة جديدة لإكس، هاي بدي أدخل مثلا 2، إذا دخلت قيمة X 2 أجي على المسج بوكس في جوات جملة التشوز، المكان الأول هاد هو عبارة عن الجزء اللي رح يعطيني رقم الجملة التي سأقوم بتنفيذها، فهي X، شو محتوى X 2؟ إذا أي جملة رح أروح أنفذ؟ بستنى منكم هلأ تحكوا الجملة الثانية اللي هي هون ريد، إذا هاي جوابها ريد، راح يطلع الجواب مباشرة جوا المسج بوكس لأنها جملة التشوز كلها أصلا موجودة داخل المسج بوكس. طيب بدي أفترض أني دخلت رقم 3 جوا الانبوت بوكس، فمعناته هلأ قيمة X 3، نروح على المسج بوكس، المسج بوكس هلأ مسج بوكس موجود جواته جملة التشوز، تشوز X، X هي الجزء أو المكان اللي رح يعطيني رقم الجملة التي سأقوم بتنفيذه، عندي X، شو محتوى X؟ 3، إذا هلأ أي جملة رح أروح أنفذ؟ رح أروح أنفذ الجملة الثالثة،
اليمين عندي هون green، إذا رح يطبع جوا المسج بوكس كلمة green. طيب عادة لما نشرح موضوع التشوز بالمحاضرة في بعض الطلاب بيسألوا طيب لو دخلنا رقم أكبر من عدد الجمل الموجودة، أنا عندي جملة الأولى والثانية والثالثة، يعني المفروض قيمة X بتكون محصورة يا واحد يا اثنين يا ثلاث. طيب إذا دخلت رقم أكبر، على فرض هاي بدي أدخل أربعة، دخلت أربعة، هل عندي هون أنا جملة رابعة سيتم تنفيذها؟ لا، ما عندي جملة رابعة. بهاي الحالة شو رح يصير عندي؟ بناء على أجوبة التشوز، يعني التشوز شو عمالها تعطيني أجوبة هون؟ عمالها تعطيني جمل white, red, green. بناء على إيش تعطيني التشوز أجوبة، راح يحط لي جوا المسج بوكس القيمة التلقائية بناء على أجوبة، بناء على نوع أجوبة التشوز. يعني هلأ شو نوع أجوبة التشوز؟ white, red, green، إيش نوعهم هدول؟ نوعهم string، سلسلة حرفية. طيب بما أنه نوعهم string، سلسلة حرفية، إذن شو القيمة التلقائية إلهم؟ شرحت لكم بفيديو سابق القيم التلقائية لأنواع البيانات، وحكينا أنه القيمة التلقائية لنوع البيانات اللي هو string يكون null. شو حكينا معنى null؟ يعني فارغ، يعني يطلع عندي المسج بوكس فارغ فاضي ما في إشي. رح أكتبها هنا بالعربي، فارغ يعني محتوى المسج بوكس رح يكون فارغ فاضي ما في ولا إشي. ليه؟ لأنه القيمة التلقائية لا المتغيرات أو لنوع البيانات string هو null، فاضي بيكون المسج بوكس فارغ تماما ما في إشي. إذا دخلت رقم أكبر من عدد الجمل اللي موجودة عندي جوا التشوز، رح يروح ويشوف التشوز ايش نوع بيانات اجوبة جملة التشوز، وبناء عليه بيحط القيمة التلقائية تاعت نوع بيانات اجوبة التشوز. يعني هون اجوبة التشوز هم يا وايت يا ريد يا جرين، ايش نوع بياناتهم؟ string. شو القيمة التلقائية للstring؟ null، فاضي بيكون فارغ. طيب خليني أفرجيكم الإكزامبل، هيو هون بشكل عملي أنا أخذته كوبي بيست وحطيته هون وبدي أعمل له هلأ رن. شوفوا هلأ هاي كبست على البتون اللي حطيت جواتها الكود اسمها choose example. خليني بس أظهر لكم الكود. طيب هو هلأ أعطاني exception error إنه لأني سكرت الـ input box من غير ما أحط فيه أي داتا أي بيانات، فرح يعطيني هاد الـ exception error. فرح أعمل run من جديد، وهي بدي أحط شاشة الرن هون. هلأ بس أكبس على هاي الكبسة choose هاي الـ input box. هلأ الرقم اللي رح أدخله هون وين رح يتخزن؟ جوا X هون. فلو اجيت ودخلت له 2 هلأ بس اكبس اوكي رح يروح الاكس يتخزن جوا، رح يروح 2 يتخزن جوا اكس وبيطلع لي جواب المسج بوكس. هلأ لما ادخل 2 شو رح يعطيني جواب؟ كيف حلينا؟ حكينا اكس رح يكون فيها 2، يجي هون هي الاكس اللي هي تعطيني رقم الجملة التي سأقوم بتنفيذها. اكس شو محتواها؟ 2، اذا اي جملة رح ينفذ الثانية؟ هاي الجملة الاولى، هي الثانية وهي الثالثة. شو رح يكون الجواب جوا المسج بوكس؟ ريد. هاي بدي أعمل أوكي. هاي شو جواب المسج بوكس؟ ريد. طيب خليني كمان مرة أرجع وأدخل جوا الانبوت بوكس 3. هلأ انتوا احكوا شو رح يكون جواب جوا المسج بوكس إذا دخلت قيمة الإكس 3؟ المفروض تحكوا green. هاي بدي أعمل أوكي. هاي الجواب green. طيب هلا شو انا حكيت لكم بالاخر؟ حكيت لكم انه في بعض الطلاب بيسالوا اذا دخلنا رقم اكبر زي 4 زي 5 زي 6 زي 10، اي رقم اكبر من عدد الجمل اللي موجوده عندي هون، شو حكينا بيعمل؟ راح يروح يشوف
إيش نوع بيانات أجوبة التشوز ويعطيني القيمة التلقائية لنوع بيانات الأجوبة. أجوبة التشوز هون white, red, green. إذا إيش نوعها؟ string. طيب إذا كان نوعها string, إيش القيمة التلقائية لأنواع البيانات string؟ القيمة التلقائية إله إنه null, فارغ رح يكون المسج بوكس ما فيه ولا إشي. هاي بدي أعمل أوكي. ولاحظوا شوفوا هاي المسج بوكس فارغ فاضي ما فيه ولا إشي. طيب بس في هون شغلة رح أحط لكم إياها أنا في example بعدين. بدي أنا أغير على الكود وأحط هون على أساس تشوفوا شو يعني إنه هذا المكان ممكن يكون يحتوي على تعبير حسابي. زي زائد واحد مثلا هون, هاي x زائد واحد بطلت x لحالها, وبدي أعمل run. هاي عملنا run, وبدي أعمل كليك على هاي البتون اللي جواتها الكود. شوفوا هلأ بدي أدخل واحد. طيب حكينا بس نكبس اوكي, الواحد وين بده يتخزن؟ جوا اكس. طيب مسج بوكس لتشوز, المكان الاول دائما انا اتركه اقصد فيها يعني ما ارقمه في عدد الجمل, ابلش ارقم من بعد المكان الاول. المكان الاول هو اللي راح يعطيني رقم الجمله التي ساقوم بتنفيذها, وابلش ارقم من هون من بعد اول مكان, من بعد اول فاصله ببلش ارقم. هاي الجمله واحد, هاي الجملة اثنين, هاي الجملة ثلاث, هاي دخلت واحد. طيب أعطوني شو رح يكون الجواب؟ بما أني دخلت واحد قيمة x هي واحد, واحد زائد واحد شو رح يعطيني هذا المكان الجواب؟ رح يعطيني اثنين. بما أنه اثنين معناته أي جملة رح يروح ينفذ الجملة الثانية اللي هي مين؟ red. خليني أعمل أوكي. يعني ممكن هاي تسجلوها نوت على جنب عندكم على الدوسية, انه اذا غيرنا مكان الاكس بدل ما هي اكس اكس زائد واحد ودخلنا قيمة اكس واحد شو رح يكون الجواب؟ رح يجمع قيمة اكس اللي هي واحد مع هذا الواحد تنين. اذا شو رقم الجملة التي ساقوم بتنفيذها؟ رقم تنين اللي هي مين؟ ريد. هلأ الجواب رح يكون في المسج بوكس هاي ريد. رح نعمل اكزامبل على افكار بهاي الطريقة فيديو آخر إن شاء الله. طيب نرجع هلأ نكمل هون, نروح على example 2. هلأ example 2 موجود في dim x y as integer, هاي أنشأنا x وأنشأنا y, وهون نطلع الoutput x تساوي input box enter 1 2 3 4. بدنا ندخل قيمة x من خلال input box. لاحظوا هون هلأ التشوز الاختلاف عن الاكزامبل الأول, إني أنا حطيت جملة التشوز كاملة كلها هي جوا المسج بوكس. بصير أعمل بهاي الطريقة, أو بصير إني أخزن جواب التشوز داخل متغير وبعدين أعمل مسج بوكس لمحتوى المتغير اللي خزنت فيه جواب التشوز. فهلأ عندي دم x و y, هاي x و y هون نحط الاوتبوت. x تساوي input box رح أدخل قيمته من input box, y تساوي choose هاي x. لاحظوا المكان الأول بتركه هو اللي رح يعطيني رقم الجملة التي سأقوم بتنفيذها, وأبلش أرقم الجمل من بعد الفصلة الأولى. هاي الفصلة الأولى هون, هاي x plus 3 هي الجملة الأولى, x ضرب 5 هي الجملة الثانية, x ضرب 7 هي الجملة الثالثة, x تقسيم 2 هي الجملة الرابعة. طيب هلأ قيمة x بدنا ندخلها من input box, فهلأ بدي أفترض أني دخلت قيمة x 1. إذا دخلت قيمة x 1, إذا دخلت قيمة x 1 هلأ يجي هون y تساوي choose, بدنا نطلع شو جواب جملة choose ونخزنه جوا مين؟ جوا y. x شو قيمة x؟ واحد. بما انها واحد يعني اي جملة رح يروح ينفذ الجملة الاولى. شو فيها الجملة الاولى؟ x plus 3. شو قيمة x؟ واحد plus 3 اربعة. اذا رح يخزن جوا y اربعة, ويكمل على الجملة اللي بعدها اللي هي message box ل y. شو قيمة y؟ اربعة. إذا الأوتبوت أربعة. طيب بدي أفترض هلأ إنه اليوزر دخل قيمة X ثلاث,
دخل قيمة x 3. إذا قيمة x 3 y تساوي choose x، شو قيمة x 3؟ إذا أي جملة رح يروح ينفذ؟ رح يروح ينفذ الجملة الثالثة اللي هي هاي x ضرب 7. x قيمتها 3 ضرب 7 21. إذا شو رح يخزن جوا y؟ رقم 21. خزننا رقم 21 جوا واي. مسج بوكس لواي، إذا قيمة واي اللي هي 21. طيب لو دخلنا قيمة y أو قيمة x، لو دخلناها 4 y تساوي choose ال x، شو قيمة x؟ 4. 4 إذا أي جملة رح ينفذ؟ الرابعة. x تقسيم 2، شو قيمة x؟ 4. 4 تقسيم 2 2. إذا محتوى الواي 2 ومسج بوكس لواي، إذا رح يطلع الجواب 2. طيب هلأ بدنا نعمل زي ما عملنا بالإكزامبل الأول. هلأ إذا دخل رقم أكبر من عدد الجمل الموجودة اللي هو مثلا 5، أنا هلأ عندي قيمة X 5. طيب هلأ أنا كم جملة عندي؟ 1 2 3 4، عندي 4 جمل، ما عندي جملة 5. إذا شو حكينا يعمل؟ بتطلع على أجوبة التشوز وبيشوف إيش نوع بياناتها، وبناء على نوع بيانات أجوبة جملة التشوز يحط القيمة التلقائية default value لنوع بيانات الإجابات. يعني هون شو إجابات جملة التشوز؟ إجاباتها رقم. إذا إجاباتها رقم معناته إيش القيمة التلقائية للرقم؟ القيمة التلقائية للأرقام هي 0. بما إنها هي أجوبة جملة التشوز أرقام، إذا بدنا ناخد إيش القيمة التلقائية لأنواع البيانات الرقمية وهي 0. فرح أخزن جوا واي 0 ومسج بوكس لواي، رح يطلع معي الجواب 0. طيب خلينا نعمل رن لهذا الكود ونشوف كيف الإجابات. يعني هاي أخذت نفس السؤال وحطيته هون، وهي بدي أعمل رن تشوز. هاي الانبوت بوكس، هاي بدي أدخل حاليا رقم 2. هاي دخلنا 2 في الانبوت بوكس. احنا حكينا هينا بنترك المكان الاول، نبلش نرقم الجمل من هون. هاي الجملة الاولى وهي الثانية وهي الثالثة وهي الرابعة. هلأ دخلت 2، بما انه 2 معناته اي جملة رح يروح ينفذ الثانية. هاي x شو قيمتها؟ 2، لانه محتوى الانبوت بوكس رح يتخزن جوا x، فقيمة x 2. اذا رح ينفذ الجملة الثانية 2 ضرب 5 10، رح يحط لي جوا المسج بوكس لما يعمل مسج بوكس لواي 10. هاي طلع الجواب 10. طيب خليني أدخل 5، وإحنا حكينا ما عندنا جملة 5. قيمة x هلأ شو هي؟ 5. y تساوي choose ال x، قيمة x 5 اللي راح أدخلها في الانبوت بوكس. هذا هاي الجملة الأولى، هاي الثانية، هاي الثالثة، هاي الرابعة، ما في 5. شو نوع الأجوبة هون؟ نوعها بيانات رقمية. شو القيمة التلقائية للبيانات الرقمية؟ 0. إذا رح يحط لي هلأ قيمة y 0 ومسج بوكس لواي، رح يظهر جوا المسج بوكس قيمة 0. هاي قيمة 0. هيك نكون خلصنا جملة التشوز. إذا حدا فيكم عنده سؤال يبعث للدكتورة أسماء، طلاب دكتورة أسماء إلها على الإيليرنينج، وأنا ابعثولي على الإيليرنينج إذا في عندكم أي سؤال على جملة التشوز. وإن شاء الله رح ننزل كمان فيديو فيه examples عن جملة
التشوز والسلكت كيس بإذن الله، وبالتوفيق لكم جميعا. السلام عليكم.